أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم من دون الناس فتمنوا الموت صادقين ولن
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله
ولقد وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن يعلمون الناس السحر وما
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا
يا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم.